النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. سادت المملكة اليوم أجواء ربيعية لطيفة لأنها كانت مائلة للبرودة في العديد من المناطق، يأتي ذلك نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد بكثير مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام. أيضا يتوقع أن يتعمق ويزداد تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة بمشيئة الله تعالى هذه الليلة، ليلة الجمعة على السبت، بحيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة إلى مستويات غير معهودة لمثل هذا الوقت من العام، أي بما يتناسب مع نهايات شهر أيار، ويكون الطقس هذه الليلة باردا نسبيا في أغلب مناطق المملكة، كما يخشى تشكل الصقيع في أجزاء محدودة وقليلة من مناطق السهول الشرقية على وجه التحديد. هذه خرائط توزيعات الكتل الهوائية والتي تشير إلى سيطرة كتلة هوائية باردة نسبيا على المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط والمشار إليها باللون الأخضر، مع تراجع في الكتلة الهوائية الحارة باتجاه الأراضي العراقية. غدا السبت يتوقع أن تستمر ويتراجع قليلا، يعني كانت اليوم الجمعة كما تلاحظون اللون الأخضر واصل للمملكة، لكن تتراجع هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا قليلا يوم السبت، ويتحرك الهواء الساخن ليقترب قليلا من المملكة مع حدوث ارتفاع موجود على درجات الحرارة لكنه قليل بشكل عام، وتبقى درجات الحرارة دون المعدلات بوجه عام. أما يوم الأحد فيبدأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وذلك لبدء تحرك الهواء الساخن أكثر شيئا فشيئا باتجاه المملكة، وبالتالي مفسحا المجال للمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، ولكن بالرغم من ذلك تبقى درجات الحرارة دون المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. الأجواء هذه الليلة إذن في العاصمة عمان باردة نسبيا إلى باردة في أغلب المناطق، ودرجة الحرارة الصورة تصل إلى 9 درجات مئوية فقط، وهي أقل بكثير مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام. أيضا الرطوبة النسبية مرتفعة، وبالتالي الطقس سيكون أيضا رطب. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة غدا كما ذكرنا، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس ربيعيا لطيفا في أغلب ومعظم مناطق المملكة، إلا أنه مائل للبرودة في ساعات الصباح، وتظهر بعض السحب والغيوم المنخفضة على فترات في بعض المناطق سيما في شمال ووسط المملكة. تكون درجات الحرارة كالتالي: في إربد من 23 إلى 11، في جرش من 23 إلى 9، في عجلون من 21 إلى 9، وفي المفرق من 24 إلى 12 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة 23 إلى 12، في السلط من 24 إلى 13، في مدبة من 24 إلى 11، في البحر الميت من 30 إلى 19 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 25 إلى 12 درجة مئوية. المناطق الجنوبية للمملكة في الكرك 21 إلى 11، في الطفيلة من 21 إلى 12، في الشرع من 20 إلى 11، وفي معان من 25 إلى 13 درجة مئوية، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 30 درجة مئوية، وتنخفض الصغرى في ساعة الليل إلى 19 درجة مئوية. المناطق الشرقية للمملكة في الوجد من 29 إلى 15، في الصفاوي من 29 إلى 14، أما في الأزرق من 29 إلى 15 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة: إذا السبت من 23 إلى 12، في حين ترتفع قليلا أكثر يوم الأحد، تسجل حوالي 25 درجة مئوية في ساعة النهار، 15 درجة مئوية في ساعة الليل. المزيد من الارتفاع متوقع درجات حرارة يوم الاثنين، تسجل 28 درجة مئوية في العاصمة عمان في ساعات النهار، و20 درجة مئوية في ساعات الليل. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.